السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة نبدأ تفقيس بيض السمان، نشوف أول مكونات الفقاسة. تتكون الفقاسة من صندوق خشبي مربع زي ما حضراتكم شايفين، اهو الصندوق مربع مبطن بورق الألمونيا اللي بيستخدم في الطبخ، مزود ايضا باربع لمبات زي ما حضراتكم شايفين في سقف، اهو في الغطاء بتاع الفقاسة زي ما حضراتكم شايفين، اهو واضح. ما نقفل كده بيبقوا مغطيين علشان تكون الحرارة محكمة. ايضا مزود بترموستات لضبط الحرارة وفصلها عند درجة 37، اهو من جوه الحساس بتاعه، اهو حساس الترموستات زي اللي بيركب في التلاجة بس ده بيكون مخصص للحرارة العالية مش للتبريد، ده للتسخين. اهو المفتاح بتاع ضبط الحرارة بتاع الترموستات من الخارج اهو، زائد ده شغلته ان احنا بنظبطه على 37.5 او زيادة شوية، يعني المفروض يكون 37.8 الحرارة البيض. مزود ايضا الفقاسة بمروحة، حطينا عليها شبكة علشان تستخدم للتهوية وتغيير الهواء من الداخل. المروحة اهو، المروحة من الداخل موجودة. طريقة تفقيس البيض، بنجيب البيض نغسله الأول كده، بنوضعه في إناء في مية وبنحط عليه ديتول، نقطتين ديتول منكترش، نقطتين ديتول ونغسله وننشفه ونجففه كويس بحتة قماش نظيفة وجافة، وبعد كده نحط البيض في الفقاسة زي ما حضراتكم شايفين. وبعدين بنحط هنا فيه مية، نحط واحد في الشمال واحد في اليمين اهو زي ما حضرتكم شايفين بالعكس كده، والترمومتر عندنا اكتر من ترمومتر اهو عشان نتابع درجات الحرارة، ما ننساش نتابعها كل شوية. هذا واحد، وكمان هنا فيه واحد كمان في الجهة الازاز دي، هنا ترمومتر كمان اهو عشان نشوف البيض ونشوف درجة الحرارة من غير ما نفتح على البيض. يقلب البيض في اليوم الرابع يعني بعد مضي 3 أيام بدون تقليب، 3 أيام بدون تقليب، ونقلب في اليوم الرابع، نفضل نقلب لغاية 15 يوم قبل الفقس ب3 أيام، لأن هو بيفقس بعد 18 يوم، بيض السمان بيفقس بعد 18 يوم. آخر 3 أيام يمنع التقليب تماما، ونزود الرطوبة، يعني نزود إناء مية كمان أو 2 عشان نزود الرطوبة لتسهيل عملية الفأس.
زائد ان احنا ممكن نرش مية، ممكن نرش مية ببخاخة مية دافية، الفقاسة فصلت لان الحرارة وصلت للدرجة المطلوبة، الفقاسة فصلت لان هي ما بتقعدش كتير، بعد ما الحرارة ترجع تقل تاني ترجع الترموستات يشتغل الفقاسة من تاني. تمام، هيتم فرز البيض في اليوم السادس من وضع البيض في الفقاسة، يعني بعد 5 أيام، يفوت 5 أيام ونفرز البيض في اليوم السادس. إن شاء الله نشوف مع بعض فرز البيض بالضوء، بالضوء نجيب كشاف أو الكشاف بتاع الموبايل ونحط عليه البيضة ونشوف مع بعض، نعمل لها فيديو مخصوص في اليوم السادس إن شاء الله، ونعمل إن شاء الله فيديو آخر لرش البيض بالماء إن شاء الله، وإن شاء الله فيديو آخر لفأس البيض، لفأس البيض إن شاء الله. من فضلك اشترك في القناة واعمل لايك للفيديو، انتظرنا في الفيديوهات القادمة لمتابعة كل جديد. اللمبات اشتغلت اهوت لان فتحنا على البيض، الحرارة قلت فاشتغلت الإضاءة لوحدها بفضل عمل الترموستات. الفيديوهات القادمة إن شاء الله بعد فيديو رش البيض وفيديو فأس البيض نعمل فيديو عن علاج السالمونيلا، مطلوب مننا، انطلب مني في التعليقات فيديو عن علاج السالمونيلا للحمام، وبرضو ان شاء الله نعمل لكم علاج نقص الريش في الزغاليل، علاج نقص الريش في الزغاليل في زغاليل الحمام، وعلاج البيض، علاج ضعف قشرة البيض وقلة البيض في الحمام، الحمامة اللي بتبيض بيضة واحدة أو بتبيض بيضة فاضية، إن شاء الله نقول لكم علاجه إيه، لزيادة الخصوبة وتقوية قشرة البيضة إن شاء الله. وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.